وزارة النفط هي وزارة سيادية، والوزارة السيادية تشمل كل الحلقات وكل الفعاليات النفطية، ومن شأن وزارة النفط أن تكون رقيبة وتكون لها شأن بتحديد طبيعة التعاقد، وهذه العقود أن تكون بعلم الحكومة يعني الوزارة النفطية باعتبارها وزارة سيادية. فعندما لا يوجد علم لوزارة النفط بطبيعة هذه العقود فهي اعتبر عمل باطل، فما يبنى على الباطل باطل، فلا يحق لأي جهة أن تطالب وزارة النفط بتسديد ديون معينة، وعندما وزارة النفط تكون بعيدة عن هذه العقود وطبيعة العقود وموقفها من الإجراءات القانونية والطبيعية بطبيعة التعاقد مع الشركات العالمية.